بيت سيدنا الوليد ونوروها محلى البياري والناس بيزوروها. إنه عبق سيد مكاوي. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا مريم والبنادر. أوبريت الليلة الكبيرة بألحان شيخ الملحنين مكاوي وإبداعات كاتبها صلاح جاهين. ما راحش مني الخوف من القاهرة وحسيت بإني بمتلكها غير لما عملت الليلة الكبيرة. ذلك الأوبريت الذي نطل منه على عالم كامل للتراث الشعبي المصري لنخرج معا في فسحة رحبة من التأمل والحب. شاهد سيد مكاوي بابتسامته المتسعة ونظارته السوداء المميزة تداعب أنامله أوتار العود لنبدأ تلكم اللحظة السحرية. صلاح جاهين عبقري وفنان عظيم خالص، وصلاح أنا بعتبره أستاذي في حاجات كتير. صنع مكاوي مع الشاعر صلاح جاهين صديقه ورفيق دربه أنجح ثنائي فني، وكان عملهما أوبريت الليلة الكبيرة لمسرح العرائس من أنجح الأعمال. يعد هذا العمل الأشهر في تاريخ الفن المصري والعربي، إذ يصور ليلة من ليالي الموالد الشعبية المنتشرة في مدن مصر وقراها منذ مئات السنين. هنا قطعت أنا وأنت يا من تتابع نصف المسافة نحو السعادة بعيدا عن ضوضاء الحياة. من مصر مع محمد عبد العال.